أدانت السلطنة بشدة اليوم التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول وأدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى. ذكرت منصة ميرا إحدى منصات التوظيف لقرار توفير 25 ألف وظيفة للباحثين عن عمل عبر حسابها الرسمي في تويتر إنها ستصدر اليوم ملحقاً خاصاً بها يطرح مواعيد مقابلات لمجموعة من الباحثين عن عمل في 12 شركة في مختلف القطاعات. للسويق جينا من كل مدينة شعار حملة إعلامية أطلقها عشاق أصفر الباطنة عبر منصات التواصل، وشهدت تفاعل جماهير السويق وأندية أخرى لدعم النادي في مواجهته اليوم أمام هلال القدس الفلسطيني في مباراة الإياب من ملحق التأهل إلى دور المجموعات من كأس الاتحاد الآسيوي.